الإجراءات الفعلية لاستقالة الحكومة لا يمكن أن تبدأ إلا بعد المصادقة على الدستور وتحديد تاريخ واضح للانتخابات القادمة وتأمين المهام التأسيسية، هو ما أكدته حركة النهضة للتوافق حول ما صرح به الرباعي الراعي للحوار الوطني. يتعلق بالرزنامة وخريطة الطريق، هناك بعض الاختلافات، هناك مساحات التقاء واتفاق كبيرة، وهناك بعض مساحات الاختلاف. وأهم مساحات الاختلاف ما يتعلق بموضوع استقالة الحكومة. نحن ليس لدينا تحفظ على إعلان أو تعبير الحكومة عن استقالتها مع انطلاق الحوار، ولكن الإجراءات الفعلية لاستقالة الحكومة لا يمكن أن تبدأ إلا بعد تأمين المسار الانتقالي. حركة النهضة خيارها الأول والأخير هو الحوار، هو تقديم مصلحة البلاد وخدمة هذه المصلحة. نعتبر أن خيار التصعيد لا يخدم مصلحة البلاد ويخدم أطراف حزبية ضيقة ومصالح حزبية ضيقة. ندعو الاتحاد وندعو كل الأطراف إلى خيار التهدئة، وإذا اختارت خيارا آخر كما فعلت بعض أطراف المعارضة في الأخير هي ستجد نفسها أمام شعب واع ومسؤول ويقدر ما يمكن أن يفعل في المستقبل. نحن غير قابلين باش حكومة تستقيل وتخرب الانتخاب، هذا واضح، وهذا يعبرنا عليه أنه خيانة منا في الاتحاد وفي الرباعية. احنا قابلين بأن تحل حكومة مستقلة ترأسها شخصية وطنية مستقلة محل الحكومة الحالية بعد أن ينطلق الحوار، وبعد أن يعني نتفق على دستور وقانون انتخابي وهيئة مستقلة انتخابات، واللي في خطة الاتحاد هذا لا يتجاوز 3 أسابيع. فيما يتعلق بضمانات إتمام الدستور، تم التأكيد أنه لم يعد هناك خلافات كبيرة إذ وقع الاتفاق حول المضامين والفصول الأساسية له. فيما يتعلق بضمانات إتمام الدستور، والحال أن هناك خلافات، تقدير شخصي لن تعد هناك خلافات كبيرة في موضوع الدستور. تقدمنا خطوات مهمة، ونحن في ربع ساعة الأخير لجنة التوافق وصلت إلى بعد عملية حوار طويلة وصلت إلى الاتفاق حول المضامين الأساسية والفصول الأساسية للدستور، ولم تعد هناك مساحات اختلاف. الوضع الاقتصادي التونسي به توظيف سياسي حسب تعبير حركة النهضة، إذ تم التأكيد أنه ليس على ما يرام. تم برشا توظيف سياسي للموضوع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي لتونس ليس على ما يرام، ليس وضع مثالي، وليقول الوضع الاقتصادي مثالي يعني يغالط في نفسه ويغالط في الآخرين، وهذا أمر طبيعي ومتوقع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وتمر بها عموم المنطقة. وإن كانت الأرقام الاقتصادية ليست بمستوى المأساوية أو الكارثية التي تذكر معناها لدى بعض الأوساط المعارضة. في ظل مواصلة الحوارات مع الرباعي الراعي للحوار، هل ستصل حركة النهضة إلى توافقات معهم حول استقالة الحكومة؟ وكيف سيتم تحديد خريطة الطريق في الأيام القادمة؟